إن أهم وقائع تاريخ مصر خلال ربع قرن من الزمان سنجد لها صدى فيما غنى عبد الحليم حافظ. نكاد نقول إن صوته كان المؤشر الصادق لنبض الحزن أو الفرح في صدر وطنه. وخلال معركة 67 وطوال أيامها ولياليها أقام في مبنى الإذاعة كالجندي في الميدان، وتحت دوي القنابل كان يلتقط ما يكتبه عبد الرحمن الأبنودي ويلحنه كمال الطويل، وهتف صوته بأحلف بسماها، انذار، اضرب، أشجع رجال، بركان الغضب، بالدم، ريت العرب، استعمار، روح الأمة العربية، و ابنك يقول لك يا باطل هدي يا هار، ابنك يقول لك يا باطل هدي النظام، ابنك يقول لك يا باطل هدي يا هار، ابنك يقول لك يا باطل هدي النظام، ابنك يقول لك ثورتك على الصفريق، وعارف ان يا العدو ومين صديق، ابنك يقول لك ثورتك على الصفريق، وعارف ان يا العدو ومين صديق، سبتك يا من الجبل العاد حلفا على الانتصار، ابنك يقول لك يا راقل هاتي نهار، ابنك يقول لك يا راقل هاتي انتصار، ابنك يقول لك يا راقل هاتي نهار، ابنك يقول لك يا راقل هاتي انتصار، ابنك يقول لك طورتك عالف الطريق، وعارف من يا بن عدو ومين الصديق، ابنك يقول لك ثورتك عارف الطريق، وعارف من يا بن عدو ومين الصديق، حتى كمل الشبد بحاجة حلفا على الانتصار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي نهار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي انتصار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي نهار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي انتصار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي نهار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي انتصار، ابنك يقول لك يا راقة الهدي نهار. أما أحلب بسماها فقد أقسم أن يغنيها في كل لقاء جماهيري له حتى تمحى آثار العدوان، وظل وفيا بارا بالقسم. أحلف بسماها وإضربها، أحلف بسرورها وأبوابها، أحلف بسماها وإضربها، أحلف بسرورها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطرة، أحلف بالمدنة وبالمطرة، أحلف بالقمح وبالمطرة، أحلف بالمدنة وبالمطرة، بولادي في أيام الجاية بشيل الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بالقمح وبالبطنة، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالبطنة، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام جايه ماشيين الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام جايه
وهنا يلتقي عبد الحليم ويمتد لقاؤه مع عبد الرحمن الأبنودي وكلماته التي تنطق صدقا وعمقا وبساطة، ومع صاحب الألحان الذي يختزن كل أشجان مصر في صدره بليغ حمدي. وها هو ما أصدقه وهو يعبر عن الوطن بعد أيام من معركة 67. الأحزان تغمر كل شيء في مصر، الإنسان والمكان، كل ما في أرض مصر وسمائها جريح، البيت، الحقل، المصنع، أوراق الشجر، نسمات الهواء، والكلمة واللحن. Thank you.
الجرح في صدر مصر والوطن العربي كله، ولكن لا ركوع ولا خنوع، لا استسلام ولا تسليم في حق من الحقوق. انه الواقع الحي الجديد، وفي قلب مدينة لندن، وفي قاعة من اكبر قاعاتها، وسط ما يزيد على 8000 نسمة يمثلون الامة العربية من المحيط الى الخليج، تسمع الدنيا المسيح المفروض انها تتقال على لسان احد ابناء القدس. كتب كلماتها الشاعر الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، ولحنها الاستاذ بليغ حمدي، و وزع موسيقاها ويقودها الأستاذ علي إسماعيل. على أرضها
في في طريق الآلام وفي الخليج رنت تراتيل الكنايس في الخلا صبح الوجود
نوفك في الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب تاني شوفه جرينه كتفه الصليب خلوه نفس اليهود ابنك يا قدس زي المسيح لازم يعود على ارضها الظلام لن يطول والليل لابد ان ينجلي ليشرق الفجر فالكل فداء مصر فدائي تغنى بها من الحان علي اسماعيل نحن ما زلنا في عام 1968 ومصر التي هزها الزمان هزا عنيفا تنهض من صميم الالم ومن غمرة الاحزان والجراح والشجن تعيد البناء من جديد ويغني عبد الحليم للأبنودي وإبراهيم رجب من قلب المواكب ويا بلدنا لا تناني دواري وقت يا بلدنا لا دواري وقت الأماني واجمعي صف الأماني اجمعي صف الأماني واتصفي وراه يا بلدنا دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا الغيط والساحة الغيط والساحة يا بلدنا أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة
اولاد الاولاد كفاحك اولاد ضحكتك وجراحك اصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا شايفين القضية بضمير الأيام الجاية هما شايفين القضية بضمير الأيام الجاية شايفين المحطة محطة الوصول عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية يجي شايلة وحط الحق بالأصول يا بلدنا كوني سد وكوني رد ومد اليد الفوق يا بلد كوني سد وكوني رد ومد اليد الفوق يا بلد قولي ايوه وقولي لا المصر قريب مهما بعد قولي ايوه وقولي لا المصر قريب مهما بعد وعلينا شايفا يا بلدنا وعلينا شايفا يا بلدنا Yeah.
صمد شعب مصر، وكان بصموده يقرب طريق الانتصار، وتغنى عاشق مصر بكل ما يزرع الأمل في كل دار. البندقية، كلمات محسن الخياط، تلحين بليغ حمدي. قلت لك وانا ضامن جراح الأمل.
الكلام والبندقية تكلمت والنار ضربت البارود شدت على الدين الجنود واتبسمت سكت الكلام والبندقية تكلمت والنار وطرقت البارود شدت على الدين الجنود واتبسمت واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا كل الأيادي من كل بيت
73. إنه النصر هذه المرة يصنعه الإنسان المصري الصامد المؤمن بربه المقدس لوطنه. من أجل مصر يرخص الدم، وفي سبيل حريتها الروح تهون. وككل مصري يحتل عبد الحليم مكانه في المعركة، وخلال أيامها يبقى في دار الإذاعة ويسمع الناس من ألحان بليغ حمدي، قومي يا مصر تأليف عبد الرحيم منصور، الفجر لاح تأليف مرسي جميل عزيز، وهذه الأغنية تأليف محمد حمزة. أرضنا من كل باطل، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين زحالب،
عاش اللي قال الرجال عنده القنال عاش اللي حول قبر ده حرب ونضال عاش اللي قال يا مصر لسه مش محال عاش اللي قال الرجال عنده القنال عاش اللي حول قبر ده حرب ونضال عاش اللي قال يا مصر لسه مش محال عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا ربي مهما مش محال عاش ليك اسمك عاش اللي حبك عاش اللي في اسمك عاش اللي حبك رجع تبارك خلى نهارك رجع تبارك خلى نهارك أحلى نهار يغني أيضا من ألحان محمد الموجي وكلمات محسن الخياط لف البلاد يا صبية، ومن ألحان كمال الطويل وكلمات أحمد شفيق كامل خلي السلاح صاحي. خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا قوة عدونا أكبر خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي بالدنيا نهار وليل صاحي يا رياض الله عدو يا رب خلي السلاح السلاح صاحي 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 خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي 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 خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي يا رجال الله عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. عبر المقاتل المصري قناة السويس وانتصر، وفي 5 يونيو عام 75 يعاد فتح القناة، وكانت هذه المناسبة هي الأخيرة التي يجدو فيها صوت عبد الحليم متغنيا بمصر. غنى المركبة عدت لمصطفى الدمراني وألحان عبد الوهاب، وغنى أيضا لمحسن الخياط ومحمد الموجي النجمة مالت. وبعد فنحن لم نقصد أن تكون هذه الساعات سردا لتاريخ مصر، بل قصدنا أن نعرض لجانب هام من تراث عبد الحليم حافظ، لكنه الفنان الذي عاش حياة وطنه بكل العمق وبكل الشعور بالمسؤولية، فجاءت أعماله
وكأنها التسجيل الصادق الأمين لأهم ما جرى في مصر من وقائع وما شهدته من أحداث. وبعد أيام تسترد مصر كل أرض سيناء، وفي اليوم الموعود سنجده حاضرا أيضا لا يغيب. فلقاؤنا يختتم بهذه التحية لأرض سيناء التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها كمال الطويل، وكان قد غناها عبد الحليم في مطلع عام 74. قلنا يهون علينا شر
سافرنا وحطينا على الرملة قالوا الحياة غالية أم الشر أولى 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 بلادي يا بلادي عيون قمر الربيع اندهي يا بلادي جوك جميع بلادي يا بلادي يا عين قمر الربيع اندهي يا بلادي جوك جميع بلادي يا بلادي يا عين قمر الربيع اندهي يا بلادي جوك جميع قلت يلا يا ولادي قلنا بلادي يا بلادي يا عين قمر الربيع بلادي يا بلادي جوك جميع بلادي يا بلادي يا عين قمر الربيع بلادي يا بلادي جوك جميع بلادي يا بلادي يا عين قمر الربيع وصباح حياتي ريحتي تشمالاتي وصباح أخي عبد الحليم من أرض سيناء التي استردت ومن أرض الوطن كله سلام عليك، سلام عليك ابن مصر التي أحببتها وأحبتك، سلام عليك من الأرض التي أنجبتك وتضم اليوم ثراك، سلام عليك في رحاب الخلود في يوم ذكراك.